أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة، فيما انخفضت معظم العملات الرقمية، وارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 0.15%، ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 82.78 دولاراً للبرميل الواحد. وصعدت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس رغم الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية، أيضا المخاوف من آثار الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية التي قد تؤدي لإحداث ركود اقتصادي. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.23% عند 1822 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في ظل ترقب بعض المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. على صعيد العملات الرقمية فقد هبطت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 1.87% لتغلق تحت مستوى 22,000 دولارا. انخفضت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس وسط مواجهة صناعتها تدقيقيا وتنظيميا متزايدا، وكذلك بعد إعلان بنك سيلفر جيت أحد اللاعبين الرئيسيين في عالم العملات المشفرة عن إنهاء عملياته والشروع في التصفية.